اهلا بيكم في حلقه جديده من سفره دايمه. كل سنه وانتم طيبين. خلاص المولد النبوي خلاص احنا كلنا بنحتفل بيه في بيوتنا وبنشتري بقى حلاوه المولد. النهارده عايزه اعمل معاكم حلاوه المولد بس في البيت. عايزين نتعلم نعملها مع بعض ونبطل حاجز الخوف بتاعنا. هي حاجه صعبه قوي ومستحيل نطلعها في البيت مع انها بجد اسهل من انواع كيك كتير بنعملها بيتي او معجنات بتاخد وقت تخمير وحاجات كتير. حلاوه المولد اغلبيتها عباره عن سكريات او جلي، عباره عن صوص كراميل بيتحط فيه يا فول سوداني يا بندق او جلي او حاجات بالجوز الهند. ما فيهاش اختراع رهيب، يعني هي مش صعبه خالص، هي بس محتاجه وقت تجميد وتقطيع وان احنا نظبط مقاديرها صح. النهارده قلت اعمل معاكم نوعين اتنين ممكن تكون من افضل الانواع اللي بنحبها كلنا، يعني جوز الهند كل الناس بتحبه، فلو عملناه بالفاكهه هيكون حلو قوي. هعمل معاكم اصابع مربى جوز الهند اللي هي بتتقدم في حلاوه المولد في اي بوكس بنشتريه من اي مكان جاهز، وهعمل معاكم فوليه حلاوه المولد. وطبعا الوصفتين دول متوفرين عندنا كلنا، فانا قلت استخدم حاجات تكون ما فيهاش مقادير صعبه، يعني تكون في بيتك عادي ممكن تستخدميها في الكيك بس تعملي منها حلاوه المولد، ولو تغلفيها ببلاستيك وتقدميها بقى لاصحابك تكون هدية كده انت اللي عاملاها، تكون فكرة مختلفة وتكون في نفس الوقت جربتي حاجة جديدة زي ما بنعمل الكحك في العيد نشارك بعض في عمايل حلاوة المولد. عندي مربى جوز الهند مقادير بجد بسيطة جدا، حتى ما فيش وصفة فيها خمس مقادير. عندي كوب وربع جوز هند، كوب سكر، تلت كوب مية، 25 جرام عسل جلوكوز. عسل الجلوكوز لو مش موجود ممكن تبدليه بعسل ابيض. فولية حلاوة المولد عندي تلت كوب سكر، ربع كوب مية، 200 جرام سوداني غير مملح، ومهم قوي بغير مملح عشان طبعا دي حاجة حلوة لو حطينا حاجة فيها ملح هتقلب الطعم حاجة تانية خالص. معلقة صغيرة فانيليا، دي حاجة إضافية أنا حطاها عشان حابة طعم الفانيليا يدخل في الموضوع شوية. أول حاجة زي ما قلنا في بداية الحلقة، حلويات المولد عبارة عن صوص كراميل أو جلي او وصفات بجوز الهند. فالفولية كأني بعمل كراميل في الاول، عندي اهو سكر وعندي مية، هسيبهم يتقلبوا في بعض ويبقوا بني، بعديها ابتدي اقلبهم وانزل عليهم الفول السوداني. يعني الموضوع مفيش اسهل من كده، كأني بعمل كراميل عادي خالص مفيهوش اي انجاز. هسيب المية مع السكر يتقلب لونهم، ابتدي ازود باقي المقادير. في طريقة تاني اللي هي حرق السكر من غير المية وبعدين نضيف بقى باقي المقادير، بس انا حابة عشان دي حاجة انا هقلبها فيها هقلب فيها سوداني، فحابة الموضوع يبقى فيه مية عشان تساعدني ان الموضوع محصلش فيه كلكعة، فاقدر افردها في الطاسة او في الصينية اللي انا هجمد فيها الفولية. عندي تاني مقدار، عندي المية المية والسكر عندي مية وسكر بتوع مربى جوز الهند. نقلبهم كده ما احنا حطينا هنا، حطينا المية والسكر مش هقلب خالص لحد لما يبقى لونهم بني يبتدوا يتكرملوا. وعندي هنا بالنسبة لمربى جوز الهند حطيت المية والسكر، هسيبهم لحد ما يغلوا السكر يدوب خالص، ابتدي ازود العسل وبعدين احطهم في بولة وابتدي ازود جوز الهند. وصفتين اسهل من السهولة. هرجع لكم بعد الفاصل ده على طول نكمل وصفات مع بعض. استنوا، شفتوا الفولية الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ عملنا صوص كراميل نزلنا عليه الفول السوداني لحد لما اخد الكراميل كله اهو بقى طبقة واحدة، ما بقاش فيه فرق بين الكراميل وبين الفول السوداني. هعمل ايه دلوقتي؟ عندي اي صينية فرن، احط شوية زيت صغيرين قوي وامسحهم كده بالمنديل. انا حاطه الزيت ده بس علشان اقدر اطلعها لما تتجمد، لو مش حاطين زيت مش هتطلع معانا. واخد الفوليه كده انزل بيها
طبعا انا بعمل لكم مثال للوصفة، انتوا هتزودوا كمية عن كده، مثلا تعملوها 3 اضعاف الكمية اللي انا عاملاها دي علشان تعملوا حجم كبير لو في عزومة او هتقدميها هدية لحد او كده. بتدخل التلاجة لو عندك وقت احسن من الفريزر، لو مستعجلة وعايزة تجمدها بسرعة جدا هتدخليها الفريزر حسب حجم الوقت اللي معاكي، بس الاتنين ينفعوا. احنا طبخنا الكراميل، بعدين نزلنا عليه الفول السوداني، اخدوا الفول السوداني اخد شكل الكراميل وبقى كله ذهبي، نزلناه في صينية عليها ورق زبدة، دهناها زيت الاول علشان نعرف نطلعها بعد التجميد. دلوقتي انا بفردها كده عشان بعد لما تتجمد اقدر اطلعها واقطعها مربعات. لازم افرد بقى كويس قوي كده، مخليش فيه فراغات علشان اعرف اعمل الشكل اللي هو المربع اللي احنا متعودين عليه. وزي ما قلت لكم ان ممكن كمان جدا تجيبوا ستريتش وتغلفوها تبقى زي بتاعت بره بالظبط، المهم تبقى مستقيمه كده. كده هي عندي بقت مستقيمه حته واحده، وبصوا اهي جمدت من قبل لما تدخل تتسقع في الثلاجه او في الفريزر حسب سرعه الوقت وعندنا وقت ولا لا. كده انا عندي الفوليه جهزت. عندي تاني وصفه كنا شغالين عليها، مربى جوز الهند. دلوقتي عندي السكر داب في المي، ببتدي اقلل النار شويه وبعدين ازود عليهم عسل الجلوكوز اللي هيديني سمك ولمعه، ولو مش موجود ممكن تجيبوا عسل ابيض، المهم يبقى فيه عسل في الوصفه، هو اللي هيعمل التسكيره الحلوه ليها ويدي لمعه حلوه للوصفه كلها وبيديني سمك كمان. بس طبعا عسل الجلوكوز ده دايما في الحلويات بيبقى احلى حاجه. يبقى انا كده دوبت بس ايه ميه مع سكر ولا اكتر ولا اقل، بعدين بدوب عسل الجلوكوز اهو في الميه مع السكر. وصفه بجد سهله جدا. انا مش عارفه الناس اللي بتخاف من حلويات المولد ان هي تعملها في البيت وهي ما فيهاش بقى كيك وكريمه ولا تخمير ولا حاجات صعبه خالص، وهي سهله بجد جدا جدا. العسل اول لما يدوب زي ما هو دايب كده دلوقتي وعمل لي سمك حلو قوي، عمل لمعه اهو في الميه واداها سمك لذيذ جدا. باخد المقدار ده كده وانزل في بوله خارجيه مش في نفس الحله، شبيه للشربات شويه. اعمل ايه؟ المفروض ان انا استنى ان هو يبرد، المفروض ده، بس انا عشان الوقت مش عارفه استنى. المفروض تسيبوه يطلع البخار بتاعه خالص وبعدين تروحوا نازلين عليه بمقدار جوز الهند وتقلبه. حسيتوا ان هو لسه محتاج جوز هند، محتاجينه يبقى اتخن، هتزودوا جوز هند. ظبط معاكم هتسيبوه كده. بالنسبه لي كده انا هو كده مظبوط، هو مش مفروض يبقى كلكوعه، مفروض يبقى كده بالسمك كده. لما يجمد طبعا هتظبط معاكي. فاحنا كده عملنا الفوليه وعملنا مربى جوز الهند. بنعمل ايه؟ برضو بجيب منديل زيت ولازم خطوة الزيت دي ما تنسوهاش عشان دي اللي هتخليكم تعرفوا تشيلوا ورق الزبدة من الحاجة الحلوة دي علشان فيها سكريات، لو ما فيش زيت مش هتتفصل أبدا. نعمل كده وبعدين اخد الفولية دي، اخد المربى جوز الهند وانزل عليها كده. بعدين افردها كده بالراحة. اهم حاجة عندي ان هي تاخد شكل عشان لما اجي اقطعها اعرف اقطعها تعمل معايا كذا قطعة، فبلاش يعني تنزلوها وما تفردوهاش كده. تمام كده عملت معايا اهو شكل. ابتدي بقى دلوقتي اضيف لها الاضافات اللي انا حباها.
عندكم بقى زبيب بس ممكن، فاكهة مجففة ممكن، بندق برضو حلو ليها. كل الحاجات دي تنفع في الوصفة دي. دايما لما بنشتريها برا بيبقى فيها كذا نوع، يعني مش كله بيبقى حاطط بندق بس او فاكهة بس، فانا هحط ميكس ليهم وانتوا شوفوا النوع اللي بتحبوه زودوه. ومش بنقلبها فيها المكسرات عشان تفضل المكسرات باينة على الوش كده. فاحنا عملنا مع بعض النهاردة نوعين من حلاوة المولد، اسهل من السهولة، مفيش فرن، مفيش اي حاجة صعبة فيها، مجرد حاجات، مجرد سكر، هو سكريات كلها على النار، وضفنا لها اضافات يا جوز هند يا فول سوداني عشان نعمل الفولية. يعني زي ما انتوا شايفين اهو قبل التجميد حلوين جدا، وحطينا زيت ونزلنا بالطبقتين بتاعت الحلويات المقدار بتاعنا، وهنسيبهم يسقعوا في التلاجة. يا يسقعوا في التلاجة ياخدوا وقتهم نص ساعة كده ويطلعوا وتقطعوهم زي ما هجيب النسخة بتاعتي دلوقتي، يا تدخلوهم الفرن، يا تدخلوهم قصدي الفريزر وتسيبوهم 5 دقايق بس. الفريزر طبعا اسرع، بس انا ما بحبش الفريزر عشان بيعملها طبقه تجليد كده من فوق ما بتبقاش لذيذه بالنسبه لي. تسيبوها في الثلاجه تقعد حتى 15 دقيقه وبعديها تشيلوا ورقه الزبده وتقطعوها على طول. بعد الفاصل ده هجيب لكم النسخه ونقطعها مع بعض، استنوني. ورجعت لكم بعد الفاصل وعملنا مع بعض نوعين حلوين قوي من حلاوه المولد. حابه اشرحها لكم تاني واوريكم الشكل النهائي بعد لما بتجمد. بتبقى الفوليه عامله كده، الكراميل بيمسك فيها. لو حباها اغمق شويه هتخلي الكراميل غامق شويه وتسيبيه يتلسوع اكتر. حباها فاتحه كده هتخليه اول لما السكر يدوب في الميه، اول ما يبتدي الكراميل في الاول خالص تقلبي وتحطي الفول السوداني على طول. وعندي اهي مربى جوز الهند، برده لما بتتجمد بتبقى جميله كده، جواها الفاكهه بتاعتها وجواها الزبيب، حلوه قوي قوي. كل ده لازم يتجمد يقعد يسقع في الثلاجه، بعدين بنشيل ورق الزبده وبعدين نقطعها كده بالشكل اللي احنا حابينه، يا بالتساوي يا بشكل عشوائي براحتكم خالص. انا جبت الطبق كرتون وجبت المفرش اللي بيبيعوه بره علشان اقدمها كانها زي بتاعت بره، وممكن كمان تلفوا كل قطعه لوحدها بستريتش او في كيس بلاستيك، او تجيبوا الطبق اللي هو البلاستيك تحطوا جواه كل قطعه وتحطوها جوه الكيس البلاستيك، فتبقى كانها زي بتاعت بره بالظبط. هعيد معاكم تاني عملت ايه للوصفتين دول عشان يطلعوا بالمنظر الجميل ده وطعمها كمان احلى واخف من بتاعت بره بكتير. مفيش جيلاتين فيها، مفيش اي حاجه تدي اي نوع في تقل في الحلويات. الحلويات الحلوه هي اللي بنحس ان احنا بناكل حاجه حلوه بس مش المسكره قوي فنقول ده كتير قوي، ده تعبت لي معدتي، دي عملت لي حموضه. لا، تسكيره حلوه قوي وبسيطه، المقادير مظبوطه جدا، لو ظبطناها واستنينا عليها تطلع حلو قوي معانا. اول حاجه ننزل مقادير الفوليه تاني. جبت الفوليه كان عندي يا طاسه غويطه يا حله، حطيت السكر والميه اللي هي كانت تلت كوب سكر وربع كوب ميه، ما قلبتش خالص لحد لما ابتدوا يبقى لونهم ذهبي. عندي نوعين، يا هستنى انه الكراميل يبقى اغمق شويه يبقى بني واحط الفول السوداني، يا اول لما يبقى فاتح زي اللي انا مطلعاها دي فاتحه، واللي انا عملتها في خلال الحلقه كانت اغمق، كان الكراميل اتكرمل 100%. حسب الدرجه اللي احنا حابين نطلع بيها الفوليه هنحط الفول السوداني. اول لما يبتدي يبقى لونه ذهبي هنقلب الكراميل الاول اللي هو ميه وسكر، بعدين نحط الفول السوداني على طول، وبعديها هنجيب ورق زبده في صينيه ونفرشه زيت بسيط جدا بفرشه او بمنديل زيت، ونحط الفوليه ندخلها التلاجة لو عندنا وقت، تقعد 15 دقيقة تمسك في بعض عشان تعمل لنا الشكل ده كده، تبقى مش فاصلة، السوداني ميبقاش فاصل. لو ما عندناش وقت هندخلها الفريزر 5 دقايق، تطلع ونقطعها بالتساوي او بشكل عشوائي. ده بالنسبة للفولية. عندي تاني وصفة كانت معايا هي مربى جوز الهند. مربى جوز الهند عملنا ايه؟ جبنا حلة او برضو طاسة غويطة ودوبنا السكر مع المية لحد لما دابوا خالص، لحد ما ابتدى يعمل سمك معايا ويغلي كده كأني بعمل شربات. سبته يغلي والسكر داب والمية تقلت، زودت العسل الجلوكوز وقلبت، وبعدين سبتهم يغلوا غلوة كمان، وبعدين سبتها تطلع كل البخار اللي فيها وتبرد، بعدين زودت جوز الهند. علشان تطلع معايا مليانة جوز الهند كده لازم اتأكد ان السائل كله اتشرب جوز الهند، اعتبره معايا كأنه نشا.
الاقي السائل كله جوز هند وعملت لي كلكعه جوز هند. اول لما يحصل كده ننزلها برضو على بايركس او صينيه فيها ورق زبده مدهونه زيت، وانزل عليها وافردها كده بطريقه مستقيمه كانه مستطيل او مربع، حط على وشها الفاكهه المجففه دي او الزبيب او البندق، وبعدين اجمدها برضو في الثلاجه او في الفريزر حسب الوقت اللي معايا، واقطعها بالتساوي او مربعات او البايتس الصغيره. يعني في كذا نوع تقطيع، ممكن برضو اقطعها زي الفوليه واقدمها بالشكل الجميل ده. النهارده عملنا مع بعض وصفتين احلى من بعض واسهل من السهوله، ومش صعبين خالص ان انتوا تعملوهم وتروحوا بيها عزومه وتبقوا انتوا اللي عاملين حلاوه المولد. تبقى هديه انا اللي عاملاها مش مشترياها جاهزه، وتكلفه اقل جدا، وانا اللي بتحكم في السكريات بتاعتها. يعني بره عاده بيزودوا السكريات قوي فبتبقى حلوه بزياده، البيت دي بتطلع اسهل وبتطلع السكريات بتاعتها خفيفه وحلوه كده. لما تيجوا تاكلوها مش هتحسوا انه كتير، هتقعدوا تاكلوا منها كذا واحده ومش هتحس ان انت شبعانه. اتمنى حلقتي النهارده تكون حلوه وتكونوا استفدتوا منها، وكل سنه وكل مصر طيبه. واستناكم تستنوني دايما في حلقه جديده من سفره دايما. شكرا.